مساء الخير على كل مشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات برنامج اخبار اون تايم. ان شاء الله تكون حلقة مميزة كالعادة، وزي ما احنا متعودين معاكم هيكون لنا جولة في الساحة المحلية من خلال اخبارنا الخاصة، وكمان هنتابع كل الكواليس الجديدة في كرة القدم العالمية، كل ده في اخبار اون تايم. لكن خلونا نبدأ كده زي ما احنا متعودين مع ابرز العناوين. تشكيل الأهلي المتوقع أمام فاركو، تغييرات اضطرارية من كولر. أوسيريو يقود تدريب الزمالك اليوم، والمدرب المساعد يصل الأسبوع المقبل. محمود البنا الأقرب لإدارة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك. وعالميا اختيار ميسي ومبابي ضمن قائمة تايم لأكثر الشخصيات تأثيرا في 2023.